أبنائنا الطلبة أمانة في المدارس، وكل مقيم ومواطن في دولة الإمارات يستحق أفضل تعليم، ولضمان تجويد التعليم والارتقاء به ارتأت القيادة الرشيدة ووضعت في خططها أن عندنا 100% معلمين متميزين في منظومة التعليم في دولة الإمارات. ورخصة المعلم هي عبارة عن حوار مهم في أن المعلم يكون له معايير، له مواصفات تمهين المهنة. طبعاً نحن مطالبون كنا بأننا نجتمع مع بعض ونشتغل مع بعض كيد وحدة لنصل في النهاية لتطبيق أنظمة تعليمية متقدمة، ومن ضمن هذه الأنظمة التعليمية المتقدمة نطرح لكم رخصة المعلم. يستطيع المعلم الحصول على هذه الرخصة وممارسة مهنته من تاريخ 2021. ستكون هذه الرخصة إلزامية لكل منهم العاملين في المنظومة التربوية والتعليمية.